بابن عمه جعفر بن أبي طالب، وأخبره برغبته في أن يهاجر 100 من المسلمين إلى الحبشة ليكون للمسلمين قاعدة خارج مكة. ولماذا الحبشة يا رسول الله؟ قال الرسول: لأنها القوة الثالثة في العالم، وبها ملك عادل هو النجاشي أصحمه، لا يظلم عنده أحد. وهل سيكون كل المهاجرين معي من ضعفاء المسلمين؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يا جعفر، سيكون معك الزبير بن العوام وعثمان بن عفان ورقية ابنتي زوجة عثمان وعبد الرحمن بن عوف وأم حبيبة ابنة أبي سفيان. أريد أن يفهم النجاشي أنني أرسلت إليه مع عامة المسلمين بعضاً من سادة قريش ومن قبائل متفرقة، حتى إذا أرادت قريش أن تسترجعهم من عنده رفض أن يسلمهم لها. وما هي خطة خروجنا من مكة سراً؟ قال النبي: ستخرجون ليلاً كل من منزله، ولن تتجمعوا إلا عند ساحل جدة. هناك ستجدون مركبين كبيرين تسافرون فيهما إلى الحبشة بإذن الله. غضبت قريش لهجرة المسلمين إلى الحبشة، خشيت أن يقلبوا عليهم النجاشي ويفسدوا علاقته التجارية مع مكة، وأرسلوا إليه صديقه عمرو بن العاص ليسترد منه المسلمين المهاجرين إليه، ولم يكن عمرو قد أسلم بعد. إنهم مجموعة من سفهائنا لا يمثلون إلا القليل، ونخشى أن يفسدوا ما بيننا وبينك أيها الملك العظيم. أيها البطارقة، أسمعتم ما قاله عمرو بن العاص؟ نعم، ونؤيده في ذلك. لابد أن يرحل المسلمون عن بلادنا، لقد تركوا دين آبائهم ولم يدخلوا في ديننا، دين المسيحية. لا والله، لن أطردهم من بلدي حتى أسمعهم، فإن كانوا على الحق أبقيتهم معنا، وإن كانوا غير ذلك سلمتهم إليك يا عمرو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جعفر، ما هذا الدين الذي من أجله فرطتم في دين آبائكم؟ أيها الملك، كنا قوم جاهلية، نأتي الفواحش ونأكل الميتة ونسيء الجوار ونقطع الأرحام، ويأكل القوي منا الضعيف، حتى أرسل الله إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فأمرنا أن نعبد الله وحده، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام وحسن الجوار، فعدا علينا قومنا فعذبونا وظلمونا، فلما قهرونا خرجنا من أرضنا إلى بلادك، وظننا ألا نظلم عندك، واخترناك عمن سواك، وقال لنا نبينا إنه لا يظلم عندك أحد. أتل علي شيئا مما يقوله نبيك. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. صدق الله العظيم. أبكيتنا يا جعفر، إن هذا الكلام وما جاء به عيسى لا يخرج من مشكاة واحدة ومصدر واحد. اذهبوا، فوالله لن أسلمكم أبدا لعمر ومن معه. انتظر أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى قولا غير الذي تقولون. ماذا تقولون في عيسى؟ نقول ما قاله ربنا: عيسى عبد الله ورسوله وكلمته، ألقاها إلى مريم وروح منه. والله ما قال عيسى غير ذلك. أنتم باقون في بلدي آمنون،
يا عمرو بن العاص، خذ هداياك وعد إلى بلدك، إني لا أقبل الرشوة في دين الله. بعدها بقليل أسلم النجاشي سراً حتى لا يفقد ملكه، ولكن قادة الكنيسة شعروا بذلك وقلبوا الشعب عليه، فاجتمع بجعفر وأصحابه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله مني ومنكم. تعرفون أني مهدد بخطر الثورة علي. والله ما جئنا من أجل ذلك، ولو أمرتنا لتركنا بلدك في الحال. لا يا جعفر، غدا أجتمع بقومي وأحاول أن أخمد هذه الثورة، وسأجهز لكم مركبين في البحر، فإذا نجحت في إخماد الثورة بقيتم معنا، وإذا فشلت وقام الناس علي هربتم أنتم بالمركبين قبل أن يمسكم أي أذى. وأنت أيها الملك، لا تقلق بشأني يا جعفر، أنتم 100 وأنا 1، إذا حدث لي مكروه أكون قد أسرت أو قتلت فداء لهذا الدين العظيم. نجح النجاشي في إخماد الثورة، وبقي المسلمون في بلاده حتى استقر الأمر للرسول في المدينة المنورة، وعقد صلح الحديبية مع مشركي مكة، فأرسل إلى جعفر وأصحابه بترك الحبشة والذهاب إلى المدينة. يقوى الإسلام يوماً بعد يوم، وأخشى أن يأتي اليوم الذي يفتح فيه محمد مكة ويقتلنا فيها أو يطردنا منها. يبدو أنك تفكر في شيء يا عمرو. أبحث عن مكان نأمن فيه خارج مكة، ولا أرى إلا الحبشة التي يحكمها صديقي النجاشي. هل نهاجر إلى الحبشة؟ أفضل من أن نذل في مكة. سأجمع للنجاشي كل ما يحب من الهدايا، وأنا على ثقة من أنه سيقبلنا في بلده. جئتنا من مكة بهدايا رائعة يا عمرو، لا نستطيع ردها. فضلك علي عظيم أيها الملك، وأرجو أن تؤويني أنا وأصحابي في بلدك حتى تستقر الأمور في مكة. تخشى من أن يفتحها محمد وأصحابه وأنت على غير دينهم؟ ليس لي غيرك ألجأ إليه. مرحبا بك وبأصحابك في بلدي يا عمرو. أشكرك على كرمك وفضلك، ولكني رأيت واحدا من أعدائنا خارجا من عندك الآن. تقصد عمرا الضمري؟ إنه واحد من أصحاب محمد، سلمه لي لأقتله مقابل من قتل من أبناء قريش في معاركنا السابقة. ويحك يا عمرو، أتريدني أن أسلمك مبعوث رسول الله لتقتله؟ تقول على محمد رسول الله؟ نعم، هو رسول الله وخاتم النبيين، هو النبي أحمد المذكور عندنا في الإنجيل. ورب الكعبة، لم أصدقهم عندما قالوا لي إنك أسلمت سراً. وكيف لا أسلم وقد عرفت أن الإسلام هو الدين الحق؟ وملكك، ألا تخشى عليه؟ علمني الإسلام ألا أخشى إلا الله. أنت أيضاً يا عمرو لابد أن تسلم. أنا أسلم؟ نعم، أنت صديقي وأعرفك جيداً، عقلك يقول لك إن الإسلام هو الدين الحق وإنه الدين القادم لا محالة، ولكنك تحسبها بطريقة قائد عسكري تنتظر أن ترى إلى ما سيصل الإسلام، فإذا تغلب على الشرك آمنت به، وإذا تغلبت قريش ظللت معهم. ساعتها يا عمرو ستكون لحقت بالإسلام بعدما انتصر، أما الآن فيمكنك أن تكون سبباً في نصرته. أتريدني أن أسلم الآن؟ بل هذا ما تريده أنت وترفض أن تواجه به نفسك. ردد خلفي يا عمرو، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله
وأن محمداً رسول الله. أسلم عمرو بن العاص على يد النجاشي أصحمه،